السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقلة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير أيها المشاهدون الكرام كيف حالكم؟ اتمنى لكم ان تكونوا في صحة وعافية. في هذه المرة، أود أن ألفت انتباهكم إلى تأمل قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا" وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم والنقطة المهمة التي أريد أن أتكلم عنها الآن هي الإحسان أنا لست بخيركم لإلقاء النصائح ولكن لامتثال قول الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فها أنا أقدم لكم هذا الفيديو لتبليغ النصائح التي قالها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق رحمه الله. ماذا يقول؟ يقول الطنطاوي رحمه الله: "لا تعامل الناس في العواطف بمقياس البيع والشراء ولا بميزان الربح والخساره بل عاملهم بالكرم والجود اجعل من يراك يتمنى ان يكون مثلك ومن يعرفك يدعو لك بالخير ومن يسمع عنك يتمنى مقابلتك فمن تعطر باخلاقه لن يجف عطره قيل ليوسف في السجن انا نراك من المحسنين وقيل له وهو على خزائن مصر انا نراك من المحسنين المعدن الطيب لا تغيره المناصب ولا المصائب. كن محسنا حتى وان لم تلقى احسانا من الناس. كن محسنا ليس لاجلهم بل لان الله يحب المحسنين. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.